حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سالم سعيد بن غدير الكتبي بمناسبة زفاف نجله السعيد إلى كريمة السيد غدير محمد بن هند المهيري في قلعة الرمال للاحتفالات مساء اليوم. وقد بارك سموه لقبيلتي الكتبي والمهيري أفراحهم وهنى العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة. حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من أعيان وأبناء القبائل وأقارب العروسين.